السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا ابتدينا في الفيديو اللي فات باثولوجي اوف استرانجوليتد هيرنيا، وخدنا الكونستريكتنج ايجنت، وخدنا الباثولوجي اللي بيحصل جوه الساك، والفلويد اللي جوه الساك ده جه منين. نبتدي ناخد بقى الكونتنتس هيحصل فيها ايه. طبعا لو في انتستن جوه الساك ده هو والضغط عليها هيحصل ايه؟ هنبص نلاقي ممكن نقسم الباثولوجي اللي هيحصل في الانتستن للكونتنتس. دي الانتستن اللي جوه ككونتنت هيحصل فيها ايه، والبروكسيمال بارت اوف ذا انتستن والديستال بارت اوف ذا انتستن. الكونتنتس اللي جوه الساك كانتستن في ضغط عليها، الضغط اللي عليها ده اكيد هيضغط على الفيسل اللي ثين وول وضعيف، اللي هو يبقى الفين ولا الارتري. مليون في المية هنضغط على الفينز. اول اما هيضغط على الفينز الانتستين دهيا هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها كونجيشن. والانتستين دي اما هيحصل لها كونجيشن هتبتدي تبقى ديستندد، اليوم بتاعها ديستندد بجاز وفلويد. الجاز والفلويد ده هو مش هيخلي حجم الانتستين يكبر، فالبريشر يعلى جوه الساك اكتر واكتر. اما البريشر يعلى جوه الساك اكتر واكتر، الفينز هيضغط عليها اكتر واكتر، فيحصل مور كونجيشن. المور كونجيشن يبتدي بقى يخر من الانتستين دي فلويد، بيخر فلويد في اليومن اوف ذا انتستين، وبيخر فلويد في الوول اوف ذا انتستين فبيورم، وبيخر فلويد في الساك من بره، فيديك زي ما خدنا في المره اللي فاتت السيروس فلويد ثم السيرو سانجونس ثم البراونش فلويد ثم في الاخر بقى البلاك اوفنسيف اللي مليان مايكرو اورجانيزم ده هو. هنبص نلاقي بالمنظر دون اما حصل هيموريدج، حصل ترانسوديشن في الانتستين وفي الجدار بتاعنا وبره، مش ده هيزود البريشر اعلى واعلى؟ طبعا، فيحصل مور كونجيشن. مور كونجيشن بقى المره دي الفينيولز هتفرقع، فيبتدي يحصل هيموريدج في اليومن وفي الجدار بتاع الانتستين وفي الساك. بيتهيألي ده بقى هيزود البريشر جوه الساك قوي قوي، والمره دي بقى للاسف هنضغط على الارتيريال سبلاي اوف ذا انتستين. ولو الضغط على الارتيريال سبلاي اوف ذا انتستين مع الاسف هيحصل مويست انفكتيف جانجرين في الانتستين ده هي. عارفين يعني ايه جانجرين ولا لا؟ جانجرين يعني ديس اوف تيشو ويز بيوتريفاكشن. وطبعا هون التيشو ماتت ليه؟ عشان قفلنا الارتيريال سبلاي من كتر الهاي بريشر. وليه هيكون في بيوتريفاكشن وانفكشن؟ لان اليومن اوف ذا انتستين فيها بكتيريا، والبكتيريا ده هي اكيد هتروح عامله لك الانفكشن في الديد تيشو، فبقت مويست انفكتيف جانجرين. ليه اسمها مويست على فكره يا جماعه؟ عشان التيشو ايديمتس ولودد ويز فلويد. للاسف الاستابليشمنت اوف جانجرين هتحصل في ظرف 4 لـ6 ساعات. الجانجرين هتحصل غالبا فين؟ بتحصل غالبا في الايبكس اوف ذا لوب، لانه ابعد حته عن الارتيريال سبلاي. الارتيريال سبلاي جاي في من الميزنتري، والميزنتري هو جاي من الابدومن وداخل اخر حته هيوصل لها البلد سبلاي الايبكس اوف ذا لوب. او ممكن كمان بيحصل الجانجرين في مكان البريشر. شوف البريشر ابتدى يحصل فين، وطبعا غالبا بيحصل عند النارو نيك والنارو ديفكت، فبيحصل جانجرين يا اما عند مكان الكومبريشن عند النيك والديفكت او عند الايبكس اوف ذا لوب. ده الباثولوجي اللي بيحصل في الانتستينال كونتنت. طب الانتستين بقى بروكسيمال هيحصل ايه؟ اكل جاي من فوق وفلويد جاي من فوق اللي هي السكريشنز الطبيعيه بتاعتنا، والسكه هون سد.
وزي ما احنا عارفين يا جماعة في قاعدة في الجراحة بتقول لك اي obstruction لازم يحصل ليه proximal dilatation. فهتلاقي الانتستين دي بروكسيمالي قاعدة distended with gas and fluid. طب الانتستين distal للانتستينال obstruction، السكة يا جماعة مسدودة ومفيش لا fluid ولا جاز ولا فود بتوصل هنا هو. فهتلاقي الانتستين distal للobstruction بتبقى collapsed intestine. ده الباثولوجي بتاع الانتستين هيحصل لها ايه. طب الكفرنجز اللي بره دي هيحصل لها حاجه؟ طبعا مش الدي فايتلايزد وول اوف ذا انتستين. اما حصل البكتيريا اللي في اليومن ابتدت تعمل مايجريشن الاول للفلويد اللي في الساك وعملت فيه بيوتريفاكشن، وعشان كده اتفقنا الفلويد في الاخر بيبقى اسود ومعفن وريحته وحشه. بعد شويه بقى البكتيريا والمايكرو اورجانيزم هتنتشر لحد ما توصل للكفرنج، فالكفرنجز كمان تبتدي تظهر فيها انفلاميشن وايديما زي الراجل الامور ده هو. ده احنا وصلنا لمرحله متقدمه جدا، وصلت فيها البكتيريا للجلد، والجلد اللي فوق الهرنيا كله كونجيشن وايديما وانفلاميشن. في عندنا يا جماعة هيرنيا عاملة زي حرف W. خدنا المرة اللي فاتت بيتقال عليها ميدلز هيرنيا. شايفين يا جماعة الميدلز هيرنيا اتخنقت وحصل فيها الجنجرين. شايفين الجنجرين حصل فين؟ ما حصلش الجنجرين في اللوبس اللي في الهيرنيا، حصل في الانترميديات لوب اللي جوه الابدومن. هتقولوا لي ليه؟ ما هو البريشر جاي هنا هو يا جماعه غالبا عند النك، صح؟ ف اما يبقى فيه انتستين في البريفري اهي، وفي انتستين في النص، وتبتدي تضغط، يا عيني مين اكتر واحده هتعاني من الضغط وهتتفعص؟ الانتستين اللي في النص، ويتقفل البلاد سبلاي بتاعها بدري ويحصل فيها الجنجرين في الاول. ففي السترانجليوتد ميدل زهرنيا ممكن الجنجرين تكون في الانترميديات لوب اللي جوه الابدومن مش في اللوبس اللي في الهرنيا. وعشان كمان كقاعده وانت بتعالج العيان دون، اما بنلاقي الانتستين اللي في الهرنيا فايبل وحلوه جدا ما بامنش واروح مدخلها اعمل لها ريدكشن ومقفل، لا لازم اسحب الانتستين دي من جوه الابدومن واعمل اكسبوجر لمساحه واسعه جدا من السراوندنج انتستين عشان اطمن اللي عنده ما عندوش جانجرين في الانترميديات لوب اللي جوه الابدومن. الحكايه دي انا يا جماعه بشبهها زي ما يكون حصل ايه، اما يكون مثلا في ثلاثه واقفين ومحصورين هنا هو مزنوقين بحيطه، وراحت جايه عربيه خبطهم، مين اكتر واحد هيتفعص؟ اللي في النص. او مثلا لو واحد جتك ده هو بقى من العمالقه بقى الجتك بتوع الحديد دول، مسكوا ثلاثه كده في خناقه وراح مفقشهم كده وخبطهم في بعض، مين اكتر واحد هيتفعص؟ اللي على اليمين ولا على الشمال ولا اللي في النص؟ طبعا اللي هيتفعص هو اللي في النص. فنوعا كده هو نكتب القاعده بتاعتك بتاع الاسترانجليت ميدل هيرنيا، اللي بيتفعص هو اللي في النص. يا ترى ايه الكومبليكيشن اوف استرانجوليتد هيرنيا؟ هي نفس الكومبليكيشن اوف اكيوت انتستاين اوبستراكشن. وطبعا النصيحه يا جماعه دايما تبقوا تذاكروا الاسترانجوليتد هيرنيا مع موضوع الاكيوت انتستاين اوبستراكشن، لانها بيقال انها السكند كومن كوز فور اكيوت انتستاين اوبستراكشن، بس قلت لكم طبعا هي في مصر هي الفيرست. ايه المفروض العيان ده بقى الكلينيكال بيكشر بتاعته ايه؟ اكيوت اونست. العيان ده هو فجأة هو عنده هرنيا، والهرنيا متعود عليها وبيدوس عليها تخش جوه الابدومن ريدوسابل، يكح تخرج بره الابدومن عادي خالص مره واحده، وغالبا بتكون مثلا بعد اتاك من الكحه
دخل التواليت وعنده امساك قاعد يحزق. فبعد اتاك كده من السريمنج العيان ده يقول لك فجأة دكتور لقيت الفتق بتاعي كبر. يا نهار اسود، شايفين كبر ازاي؟ وبيوجعني بينفل، وادوس عليه يا دوبك مش قادر المسه، والدكتور يجي يلمسه اوعى ايديك. طبعا العيان مش قادر الدكتور حتى يلمسه، اسمها التندرنس. فبين العيان حاسس بالوجع، الوجع بقى يزيد اما الدكتور يحط ايديه عليها، دي اسمها تندرنس. العيان ده هو تقول له بتعرف تدخلها؟ يقول لك انا والله طول عمري بدخلها دكتور، من ساعه ما صارت الحكايه دي مش قادر ادخلها، بقت irreducible. بيني وبينك، ما دي ممكن الاعراض اللي انا قلتها دي painful وtender وirreducible، دي ممكن تحصل في irreducible hernia، في inflamed hernia، في obstructed hernia. بس خد بالك بقى، الشور دياجنوزس للسترانجوليشن ايه هو؟ وده سؤال مهم جدا وبيجي في الام اس كيو وفي الشفاف والكلينيكال. استرانجوليت هيرنيا يا جماعه، قلت لكم كلمه السر، الهاي بريشر انسايد ذا ساك. ولو ما كتبتهاش اكتبها، كلمه السر كمان جنب عنوان استرانجوليت هيرنيا، هاي بريشر انسايد ذا ساك. ما دام بقى في هاي بريشر انسايد ذا ساك سفيشنت تو اوكلود ذا ارتيريال سبلاي، حسس بقى كده على الهرنيا، تلاقي الهرنيا عامله زي الطوبه تنس. فالتنس دي يعني ناشفه جدا، يعني البريشر جوه عالي، which is sufficient pressure to occlude the blood supply. الحاجه الثانيه، دايما كل حاجه بتتحرك من الضغط العالي للضغط الواطي. فانا لو عندي هرنيا اما بكح الابدومينال بريشر اثناء الكحه اعلى من الضغط اللي في الهرنيا الساك. فما بكح لوب من الانتستين هتروح متحرك من الابدومين يخش جوه الهرنيا من الهاي بريشر لللو بريشر. فالهرنيا دي تدي لك ايه؟ امبلس اون كف، لان الكونتنت زادت مع الكح. فالعيان يكح لازم امبلس اون كف، وده معناه البريشر في الابدومين اثناء الكح اعلى من البريشر في الساك. ده العادي. العيان ده نقول له كح، نو اكسبانسايل امبلس اون كف، وده معناه ان البريشر في الساك بقى اعلى من الابدومينال بريشر اثناء الكح، which is the sufficient pressure to occlude the blood supply. فالشور دياجنوزيس اوف سترانجوليت هيرني حاجتين، تنس with no امبلس اون كف، وده معناها ان البريشر جوه الساك عالي جدا اللي هو يقدر يقفل لك البلاد سبلاي اوف ذا انتست. شور بعد العيان ده ما عنده الحاجات الاساسيه ده، هي انها انلارجد وبقت بينفول وتندر وريديوسابل واهم حاجه تنس ونو امبلس اون كف. اكيد العيان ده ابتدى بقى يجيله ريبيتد فوميتنج وابسوليوت كونستيبيشن وما الى ذلك، اللي هي مانيفستيشنز اوف اكيوت انتستينال اوبستراكشن، اللي هناخدها بالتفصيل في شابتر الانسان اوبستراكشن. العيان ده هو كلها شويه وهيجي له شوك. العيان ده في الاول هيجي له ايه شوك؟ اصل من المانيفستيشن اوف اكيوت انسان اوبستراكشن ريبيتد فوميتنج. الريبيتد فوميتنج يبقى انت قاعد بتفقد البادي فلويد ويجي لك هايبو فوليميك شوك. بس كلها شويه بقى والسيبتك فلويد دون، السيبتك فلويد ده والبكتيريا اللي فيه هتقدر تخش على البريتونيال كافيتي. فالعيان ده يبتدي يجيله مانيفستيشن اوف بريتونايتس، والبريتونايتس دي بتعمل لك سيبتك شوك. فالعيان في الادفانسد كيس هيكون عنده هايبوفوليميك وسيبتك شوك. العيان ده هو عنده وجع، الوجع سببه ايه؟ زي اي اكوت انسان اوبستراكشن، هنا في اوبستراكشن الانتستين بروكسيمالي بيحصل فيها هايبر بريستالسيس، بتحاول تزق الاكل بالعافيه اجينست الاوبستراكشن. فالعين ده دايما اللي عنده اكوت انسان اوبستراكشن بيكون عنده كوليكي بين،
وعاطين لو لقيت الكوليكيبين ده خف. ليه؟ لان كوليكيبين ده معناه الانتستين فيها بريستالسيس، لكن اختفاء هذه البريستالسيس معناه ان البكتيريا دخلت على البريتونيال كافيتي عملت بريتونايتس، والبريتونايتس بتعمل باراليتيك ايلياس يعني شلل في الامعاء، والبريستالسيس وقفت يا رجاله. فان البريستالسيس تختفي في واحد عنده اكيوت انتستينال اوبستراكشن ده معناها ان الحاله بقت كومبليكيتد ببريتونايتس وباراليتيك ايلياس which is غالبا فيتال ستيج، العام في تيرمينال فيتال ستيج. ف this appearance of colicibin dawan is a very bad sign. اخيرا بقى طبعا الجلد اللي حوالين الهيرنيا زي ما انت شايف ريد وكونجستد وايديمتاس وانفليمد. العينين دول بقى في حاجه مهمه جدا وسؤال شافه ومشهور جدا. طبعا المفروض السترانجوليتد هيرنيا معاها مانيفستيشن اوف اكيوت انستان اوبستراكشن، بس لكل قاعده شواذ. في ثلاث احوال ممكن السترانجوليتد هيرنيا تكون سترانجوليتد ويزاوت اكيوت انستان اوبستراكشن. امتى؟ بالمخ كده لو اليومينوم زي انتست مفتوح. امتى يكون في سترانجوليشن واليومينوم زي انتست مفتوح؟ بسيطه قوي، لو الاسترانجوليشن اصلا مش في الانتستن. الاسترانجوليشن فين؟ في حته الفات دي، استرانجوليتد اومنتا، طز الانتستن جوه طبيعيه والاكل ماشي فيها زي الفل. او استرانجوليتد هيرنيا فيها ميكلز دايفرتيكولم اللي كنا بنقول عليها بالانجلش ليترز هيرنيا او بالفرنش لتري هيرنيا. نبص لها يا جماعه، الميكلز دايفرتيكولم هتضغط عليها وهتتقرص عليها ويحصل فيها استرانجليشن وجنجرين، بس الانتستين جوه الابدومن الايليام دون الاكل ماشي فيه عادي واليوم مفتوح. او استرانجوليتد ريكتر زهرنيا بالانجلش او ريختر زهرنيا بالفرنش، جزء من السيركمفرنس اوف ذا انتستين هو اللي دخل الهرني وبقيه الوول وبقيه اللوب اوف ذا انتستين جوه الابدومن، فالجزء الصغير ده من الجدار هيحصل فيه الاسترانجوليشن والجانجرين في الهرنيا طز، واليومن اوف ذا انتستين جوه الابدومن ماشي فيه الاكل زي الفل. فالتلات حالات بيكون فيهم استرانجوليتد هيرنيا without intestinal obstruction، اومنتم، ليترز هيرنيا، اند ريكترز هيرنيا. ده سؤال شفوي ومهم جدا جدا وبيجي كمان في الام اس كيو. نيجي بقى للانفستيجيشنز، هي الانفستيجيشن بتاعت الاكيوت intestinal obstruction، فعشان ما نعيدش كتير اعرفها بقى من الاكيوت intestinal obstruction. differential diagnosis مهم قوي، differential diagnosis. Other complications، واحد عنده complications يا ترى هي strangulation ولا obstructed hernia ولا inflamed hernia ولا irreducible hernia. ازاي بقى نفرق complications من بعض؟ irreducibility بتحصل فيهم كلهم irreducible. البين في الريديوسابل هيرنيا مش موجود، absent. بس لو انفليمد هيرنيا اي انفلميشن في وجع، obstructed هيرنيا الوجع هيكون اكتر، وفي الاسترانجوليت هيرنيا الوجع هيكون very very severe هيرنيا. ماشي. حاجة برضو مهمة جدا جدا تاخد بالك منها، يبقى السيفيريتي والبين برضو مهمه، ممكن لو عايز تكتبها اكتبها. الانفليمد هيرنيا فيها بين مايلد، الاوبستراكتد هيرنيا ماركت بين، لكن الاسترانجوليتد هيرنيا فيري سيفير بين. مانيفستيشن اوف انسان اوبستراكشن اكيد مش هتكون موجوده غير في الاثنين دول، اللي فيها الانتستين اليومن بتاعها مسدود، اليومن مسدود في الاوبستراكتد هيرنيا، لكن في الاسترانجوليتد هيرنيا اليومن والبلاد سبلاي كمان مسدود
فيكون فيها manifestation of intestinal obstruction. بينما الانفليمد هيرنيا وال obstructed هيرنيا هتبص تلاقي فيهم ال intestinal obstruction طبعا مش موجودة. نبص نلاقي الساك لو انا ضغطت عليه، لو انا ضغطت عليه الوحيدة اللي زي الطوبة التنس هي strangulated، لان الباقيين كلهم soft، دليل على ان البريشر واطي ومش كفيل ان هو يقفل البلاد سبلاي. بريشر انسايد ذا ساك واطي يبقى سوفت، عالي يبقى سترانجوليشن. كح عام الوحيد ماشي، دي طبعا مع التنس، الوحيد اللي فيه البريشر عالي جوه الساك واعلى من الابدومينال بريشر اثناء الكحه وابسنت امبلس اون كف هي السترانجوليشن، الباقيين كلهم فيهم امبلس اون كف. السكن congested وإديمتس وإنفليمد دي هتكون موجودة في حالتين، في التهاب في الهرنيا inflammation أو في ال strangulation. لو العيان عنده توكسيميا فيفر وهيديك وأنوريكسيا وماليز، لا توكسيميا ده احنا دخلنا كده بقى في بيريتونيتس والبكتيريا وصلت البيريتونيال كافيتي، وطبعا دي ما تحصلش غير في ال strangulation. كل الأنواع التانية ما فيهاش توكسيميا، فالفيفر دايما دي مع مرحلة متقدمة من الايه من الانتستان اوبستراكشن كومبليكيتد با بكتيريا مايجريت ثرو ذا وول، او حصل بيرفوريشن في الجدار بتاع الانتستان والستول طلع في الهرنيا والبكتيريا قدرت تعمل مايجريشن وتخش جوه البرتونيال كافيتي وبرتونيتس. طبعا دي مرحلة متقدمة جدا جدا من الاسترانجوليشن والجانجرين. برضه في الديفرنشال دياجنوستس المهم قوي اللي احنا لازم نحطه في دماغنا other causes of acute intestinal obstruction، وطبعا دي احنا هنعرفها بالتفصيل واحنا بناخد الانتستينال اوبستراكشن. acute septic inguinal lymphadenitis، اصل الانجوينال لينف نود قريبه جدا جدا من الانجوينال هرني، ولو في التهاب في الانجوينال لينف نود ما هتوجعني، وسويلنج اوف الانجوينال ريجون او في الفيمورال تريانجل، فشوت بي ديفرنشيتد فروم سترانجوليتد فيمورال او سترانجوليتد انجوينال هيرنيا. طبعا في فرق بسيط جدا ان اي لينف نود انلارجمنت بيكون مالتيبل سويلنجز، فمالتيبل سويلنجز وتندر وبينفول ماشي، ما دام مالتيبل تبقى دي لينف نود سيبتيك لينفادينايتس ما تبقاش هيرنيا اللي اكيد هتكون سنجل سويلنج. زائد طبعا اكيد manifestation of intestinal obstruction موجوده في strangulation مش موجوده في lymphadenitis. التريتمنت بقى ان شاء الله نكمله في الفيديو الجاي باذن الله. Thank you for good listening and good luck.